يعني المرأة بمناسبة هذا اليوم هذا 8 مارس كنوجه تحية للأمهات المغربية بصفة عامة، المغرب والعالم بصفة عامة. يعني يعني المرأة فيها أمنا، فيها أختنا، وخصنا نحترموهم، واللي يعني اللي عنده شي أم يحاول ما أمكن يتهلا فيها بدل ما زال معها في الحياة، حيت من غتمشي واحد لمدة راه ما تبقاش معاك، وغتندم على ذاك الأيام اللي ما كنتيش كدوز معاها وما أنك ما كنتيش كتهلا فيها. واللي عنده شي خواتاتو يتهلا فيهم ويعاملهم مزيان وشكرا. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة كنبغي نوجه لها واحد التحية كبيرة، لأن تبارك الله شنا بدعت في بزاف ديال الميادين، عمرنا ما توقعنا أن المرأة غتبدع فيهم، واللي غادي تكون مع الراجل غتكون يعني مع ند يعني، وغتفوق في بزاف المجالات، وتبارك الله عليها. يعني كنبغي نقولها برافو عليك، سواء كنتي خدامه سواء كنتي في الدار، راني تبارك الله كنشوف الابداعات ديالك فين ما كانوا، سواء في الاجيال اللي كتربي، تبارك الله هي نفس المجتمع وكتربي المجتمع الاخر، وكنبغي نوجه لها تحيه كبيره، كنقول لها برافو عليك والله يخليك ديما مزيان. المراه نورمالمون دغنيغمون عاد بدينا كنحتفلوا به، وبما انني امراه كنقدم تحيه ديالي لكل امراه مناضله مجاهده مضحيه بكل ما لها من غالي ونفيس، وشكرا. بمناسبة العيد العالمي للمرأة كنتمناو لجميع العيالات ديال المغرب خصوصا وديال العالم عموما عيد سعيد بالصحة والسلامة إن شاء الله، وبكل المتمنيات بالتوفيق إن شاء الله. بمناسبة عيد المرأة كنبغي نوجه شكر كبير لجميع النساء اللي كنلاحظوهم في هذا العصر ديالنا، أنهم حققوا واحد التقدم كبير، وأنهم قدروا يخوضوا مجموعة ديال يدخلوا لمجموعة ديال المجالات ويحققوا نجاحات كبيرة الحمد لله. وتحية لكل المرأة. الأم ديالي وقفات معايا وأنني كنحييها وكنحيي كل امرأة، وكنتمنى أن كل بنت تكون واقفة جنب أمها مهما في كل الظروف، وكنحيي أي إنسانة واي امراه وربي يخلي لها ماما. من كل الفاعلات الاقتصاديات في المغرب وخارج المغرب عيد مبارك سعيد ديال العيد الوطني للمراه، ونتمنى للمغاربه قاطبه عيد سعيد ان شاء الله الرحمن الرحيم بكل المتمنيات ان شاء الله الرحمن الرحيم. في المناسبة ديال عيد المرأة اللي كيكون في 8 مارس كنبغي نوجه تحية لجميع النساء ديال العالم بصفة عامة، وخصوصا طونك انني مغربية، يعني نوجه تحية خاصة للنساء المغربيات العصرية والقروية، حيت يعني المرأة في العصر ديالنا قدرات انها تحتكر بزاف ديال المجالات، يعني اللي كانوا شحال هادي كيخوضوهم يعني غير الرجال، دابا لا ولات حتى هي في جميع القطاعات. ومهم التحيه للنساء المغربيات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.